إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش مع الحصيلة اليومية والحصيلة كما أعلنت عنها وزارة الصحة مساء اليوم عن إصابة 7756 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وبهذا أكيد أن الحصيلة كترتفع مجددا. وأكد نفس المصدر عن وفاة 18 حالة وفاة جديدة ليصل مجموع الوفيات إلى 15012 وفاة منذ بداية الوباء بالمملكة المغربية، فيما تم التأكد من شفاء 4779 حالة شفاء إضافية. نطلب الله السلامة أكيد متابعين الأوفياء، ما فيها بس أنكم تردوا البال، ما فيها بس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات ما زال كتسجل مزيدا من الحيطة والحذر أكيد متابعين الأوفياء. إذن مزيدا من الحيطة والحذر طبيعة الحال، ما فيها بس أنكم تردوا البال، وما فيها بس أنكم تكونوا على بال، راه الأعداد ديال الإصابات ما زال كتسجل. نعطيكم الحصيلة إجمالية حسب كل جهة، جهة الدار البيضاء سلطات 3049 إصابة و 14 وفاة، جهة الرباط صلى القنيطرة 1275 إصابة وحالة وفاة، جهة فاس مكناس 837 إصابة و 0 وفاة، جهة طنجة تطوان الحسيمة 736 إصابة، جهة مراكش السفي 631 إصابة، جهة بني ملال الخنيفرة 332 إصابة، جهة سوس ماسة 306 إصابات، جهة درعة تافيلات 217 إصابة، جهة الشرق 183، قلميم ودنون 107 إصابات، جهة العيون الساقية الحمراء 58 إصابة، جهة الداخلة والذهب 25 إصابة. إذن للتذكير فعدد الإصابات ما زال كترتفع للأسف الشديد مزيدا من الحيطة والحذر، ما فيها بس أنكم تردوا البال، ما فيها بس أنكم تكونوا على بال، وخاصة أن عدد الإصابات ما زال كتسجل. جهة طنجة تطوان الحسيمة اللي سجلت دورة 736 إصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا.